السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السيد الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، السادة النقباء الأشقاء وأعضاء الاتحاد العربي اتحاد المحامين، السادة أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالسهم، السادة محامون مصر، الحضور الكريم، أهلا بحضراتكم بمدينة الغردقة. وأنه لمن دواعي السرور أن تشهد مدينة الغردقة الانعقاد الثاني على التوالي للمؤتمر السنوي العام، ويأتي هذا الانعقاد ونحن نحتفي بشعار هذا المؤتمر: تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة، متمنيا من الله أن يحقق مؤتمرنا هذا الأمر المرجو منه لما فيه الخير والصالح وصالح المحاماة والمحامون. وتعلمون حضراتكم كم التحديات التي واجهتها المحاماة في الفترة ما بين المؤتمر السابق 2018 وهذا المؤتمر 2019، الأمر الذي يجعلنا جميعا في انتظار حديث الأستاذ سامع عاشور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب. وقبل أن أختم حديثي، هناك رسالتان أحملها من نقابة محامين الفرعية بالبحر الأحمر وجميع محامين البحر الأحمر. أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ النقيب العام نظرا لإزالة الصعوبات والعقبات التي كانت مفروضة في هذا المؤتمر بالذات، وتعامله مع السيد المحافظ والأجهزة الأمنية بكافة مستويات. وكذلك الشكر والتقدير للجندي المجهول الذي استطاع في هذا الوقت، الأستاذ مجدي سخا والفريق الذي شارك معه، رغم ارتفاع الأسعار الجنونية في الفنادق والتزايد المزدحم من السائحين الأجانب والمصريين، إلا أنه استطاع أن يوفر هذا العدد الهائل من هذه الغرف. الشكر والتقدير لكم جميعا لحضوركم ومنقبة محامين البحر الأحمر. ترحب بكم فردا فردا، نقيبا وأعضاء وأعضاء مجالس. وحتى لا أطيل على حضراتكم، وفقكم الله لصالح المحاماة والمحامون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.